بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله، يشرحه ويعلق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. الحلقة 58. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات الكرام، مستمعي إذاعة نداء الإسلام، إلى هذه الحلقة الجديدة من سلسلة دروسنا ومجالسنا في شرح كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي يتفضل بشرحه وبيانه والتعليق عليه مع الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الذي نرحب به في مطلع هذا اللقاء. فأهلا وسهلا ومرحبا بمعالي الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله معالي الشيخ. نستأنف ما توقفنا عنده في باب صفة الصلاة، إذ قال رحمه الله تعالى: وعن رفاعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم رجلا الصلاة فقال: إن كان معك قرآنا فاقرأ به، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لرجل يعلمه الصلاة: إن كان معك قرآن فاقرأ، وإن لم يكن معك قرآن فاحمد الله وهلله وكبره ثم اركع. فهذا فيه دليل على وجوب قراءة الفاتحة وما تيسر معها بعدها من القرآن. فمن لم يحفظ شيئا من القرآن، لا الفاتحة ولا غيرها، فإنها لا تسقط عنه الصلاة، بل يصلي بحسب حاله ويعوض عن قراءة القرآن بالتسبيح والتهليل والتكبير. وهذا من تيسير الله، ودل على أن الصلاة لا تسقط عن المسلم بحال. نعم. وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: رجل إني لا أستطيع أخذ شيء من القرآن، فعلمني ما يجزئني منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الرجل شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يستطيع أخذ شيء، يعني حفظ شيء من القرآن، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه شيئا يكون بدلا من القرآن الذي استعصى عليه. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتسبيح والتهليل والتكبير، وأن هذا يجزي عن قراءة القرآن لمن عجز عن قراءته، ودل على أن الصلاة لا تسقط بحال. نعم. وزاد أحمد وأبو داود قال: هذا لله عز وجل، فما لي؟ قال: قل اللهم ارحمني واغفر لي وارزقني وعافني واهدني. نعم. الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول كله ثناء على الله وحمد لله سبحانه وتعالى. فقال الرجل: هذا لله، يعني هذا ثناء على الله وذكر لله عز وجل وتمجيد لله، فما لي؟ يعني ما هو الدعاء الذي يخصني؟ فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم اغفر لي وارحمني، إلى آخره. نعم. وروى أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا صلى جهر بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. فيه أن البسملة يؤتى بها، بسم الله الرحمن الرحيم، قبل الشروع في قراءة القرآن، وهي آية مستقلة من القرآن، ليست من الفاتحة ولا غيرها، فيأتي بها في مطلع كل سورة
ما عدا سورة براءة فإنه لا يؤتى بها قبلها لأنها لم تنزل قبلها، وقيل إن لأنها تابعة لسورة الأنفال. على كل حال هذا فيه تأكد الإتيان ببسم الله الرحمن الرحيم في بداية القراءة سواء كان في الصلاة أو في غيرها. نعم. قال ابن شهاب: يريد بذلك أنها آية من القرآن وأن الله أنزلها، وكان أهل الفقه يفعلون ذلك فيما مضى من الزمان. نعم، هذا فيه شأن بسم الله الرحمن الرحيم وأنها آية من القرآن، لكنها آية مستقلة ليست من الفاتحة ولا غيرها، وإنما هي آية مستقلة يؤتى بها في بداية الصلاة بعد الاستفتاح، ويؤتى بها في بداية قراءة القرآن في غير الصلاة في أوائل السور، فهي نزلت للفصل بين السور. نعم. وعن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب ويسمعنا الآية أحيانا، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطيل في الركعة الثانية، وهكذا في العصر وهكذا في الصبح. نعم، صلاة النهار ليس فيها جهر بالقرآن، وإنما يقرأ القرآن سرا بحيث يسمع نفسه الإمام والمأمومون والمنفرد، كلهم يقرؤون القرآن في الصلاة، لكن في النهار لا يجهرون به لأن صلاة النهار سرية. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه ويقرأها سرا، يستدلون على قراءته باضطراب لحيته صلى الله عليه وسلم، وكان يسمعهم الآية أحيانا، فدل على أنه إذا جهر في النهار بآية في بعض الآيات لا بأس بذلك، ولكن الغالب على صلاة النهار أنها سرية. نعم. ولأبي داود: فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى، يعني يطيل الركعة الأولى، ففهموا أنه يريد بذلك يعني بإطالتها لأجل أن يدرك الناس الركعة الأولى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الإمام في الصلاة يطيلها اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم لأجل أن يفتح المجال للناس ليدركوها قبل الركوع، يعني ليركعوا مع الإمام. هذا فيه مراعاة المأمومين، أن الإمام يراعي المأمومين. نعم. ولهما عن سعد: أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأخريين، ولا آلو ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر: صدقت، ذاك الظن بك. نعم، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول إنه كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهرين، يعني الظهر والعصر، اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، فصوبه عمر وقال: هو الظن بك. نعم. وعن جبير بن مطعم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. نعم، المغرب في الغالب يقرأ فيه بقصار السور، ولكن أحيانا يطيل فيها الإمام. ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بسورة المرسلات، وورد أنه قرأ بها في الطور، وورد أنه قرأ بها بالأعراف، والغالب أنه كان يخففها في سائر الأوقات، لكن أحيانا قد يطيلها. نعم. وعن ابن عباس أن أم الفضل سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا،
فقالت: يا بني لقد ذكرتني بقراءتك تلك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. نعم، أم الفضل هي أم الفضل بن العباس، زوجة العباس بن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأم ابنه الفضل وهو أكبر أولاده هو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، حبر الأمة وترجمان القرآن. فأم الفضل سمعت ابنها الفضل يقرأ بسورة المرسلات في المغرب، فذكرت أنه ذكرها بقراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقرأ بها في المغرب، يعني في بعض الأحيان. نعم. ولهما: أفتان أنت، أفتان أنت، فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى، وبالليل إذا يغشى، وبالشمس وضحاها. كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يخرج ويصلي بأصحابه، يصلي بأصحابه، فكان يطيل عليهم، قرأ بسورة البقرة في صلاة العشاء، فشكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه، قال: أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، ينكر عليه صلى الله عليه وسلم، لأن هذا فيه فتنة للناس، بحيث ينفر الناس عن الصلاة مع الإمام وعن صلاة الجماعة، فهذه فتنة. فالإمام يتألف المأمومين ويخفف عليهم، لأن فيهم الكبير والمريض وذا الحاجة، فيخفف عليهم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: أيكم أن أما الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والمريض وذا الحاجة، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. دل على أن الإمام يراعي أحوال المأمومين ولا يشق عليهم، فيفتنهم بأن يكره إليهم الصلاة معه. نعم. وقال زيد بن ثابت لمروان: ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل، فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول الطوليين. زيد بن ثابت الصحابي الجليل الذي كان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يكتب الوحي ويكتب له رسائله، فهو كاتب عند الرسول صلى الله عليه وسلم. سمع مروان بن الحكم الأموي، وكان مروان أميرا، كان مروان أميرا على المدينة، وكان يخفف القراءة، كان مروان يخفف القراءة في المغرب، وهذا هو السنة، أن المغرب يخفف فيها. ولكن زيد بن ثابت يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة في المغرب، وهذا محمول على بعض الأحيان، وأما غالب الأحيان فإنها تخفف. نعم. وله عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، فلم أسمع أحدا أحسن صوتا منه. نعم، فيه أن المسافر يخفف الصلاة، إذا أما الناس في السفر فإنه يخفف الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاته في السفر بالتين، سورة التين والزيتون، وهي سورة قصيرة، وذلك لأجل التخفيف على الناس لا سيما في السفر. نعم. وله عن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ: إذا السماء انشقت، فسجد، فقلت: ما هذه؟ قال: سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. نعم، هذا فيه دليل على أنه إذا مر بآية فيها سجدة
في صلاة الفريضة أنه يسجد فيها. ففي سورة الانشقاق فيها السجدة في آخرها، إذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، ففيها سجدة في آخرها. فالسنة أنه إذا قرأها سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا أنه يسجد عند هذه الآية وعند كل آية فيها سجدة، السنة أن يسجد عندها. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وضعف مثوبتكم إلى هنا. نأتي وإياكم أيها الكرام إلى ختام هذا المجلس من سلسلة مجالسنا ودروسنا في شرح كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، شاكرين ومقدرين لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان هذا العرض والبيان. نلتقي وإياكم في الدرس القادم إن شاء الله، وأنتم على خير، والسلام عليكم.